كانت الانطباع اللي طول وقت ان الراجل بيشتغل بس ما معهوش حكومه بتشتغل. دلوقتي الانطباع ان الوضع سيء وانت المتحمل المسؤوليه، مش انت اللي جبت الحكومه دي. ايه السؤال؟ مين اللي مسؤول؟ طبعا الرئيس. اذا الرئيس، ولا احنا اللي مش حاسين بالرئيس والحكومه؟ لا لا، هقول لحضرتك المسائل في السياسه. انا عايز ادبسك مش ادبس. لا لا يا فندم، انا يعني انا لا ادبس. انا بقول امر لله ونعم بالله. يعني في نظريه واضحه، وهي دايما احيانا كان بيتم التفريق ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء او بعض الوزراء، وطول الوقت انه البعض اذا الحاجه كويسه بتنسب لرئيس الجمهوريه، ولو هي وحشه تبقى للوزير او رئيس الوزراء. العدل يقتضي اذا كانت هناك ايجابيات فعلينا ان نحسبها للرئيس، واذا كانت هناك سلبيات فعلينا ان ننسبها للرئيس. هذا قولا واحدا، هذا مؤمن به. ليه؟ في النهايه لما حسن مبارك قعد 30 سنه، لما بنيجي نقيم عهده بنقول هذه اخطاء احمد نظيف او كمال حسن علي او فؤاد محي الدين او سلطان ابو علي بما انه كان وزير اقتصاد. الوزراء في ورؤساء الوزراء في مصر هم يعني في جزء الصلاحيات قليله بوضوح شديد جدا في غالبية. حتى لو الدستور منحه صلاحيات، حتى لو منحه صلاحيات، لانه رئيس السلطه التنفيذيه في هو رئيس الجمهوريه. فاذا اعطينا رئيس الجمهوريه اي، يعني انا لما اجي هقول انه في مشروعات ايجابيه كثيره جدا في مصر هذه الايام او في الفتره اللي فاتت، زي الانفاق في قناه السويس، المليون ونص فدان، شبكه الطرق، الاسكان الاجتماعي، تطوير عشوائيات، هذه ايجابيات تنسب الى عبد الفتاح السيسي. وبالتالي اي اخطاء اخرى لابد ان تنسب، هو الرجل يتحملها. يعني ده الامانه والنزاهه. اذا الوزاره ضعيفه يغيرها الرئيس، الرئيس قادر بحكم الدستور وبحكم القانون وبحكم حاجات كثيره جدا انه يغيرها. فبالتالي هذا هو العدل وهذا هو الانصاف. طيب هل الرئيس الاجابه واضحه؟ واضحه. هل الرئيس بقى انا عايز اقول حاجه يا استاذ رشا.